أنا كان عندي 10 سنين سمعت إن في واحدة سويسرية عايزة أولاد يشتغلوا معاها في المدرسة، فجيت اشتغلت معاها فلقيت عجبني الموضوع. هي الست دي جت هنا في أوائل الستينات وجت مع الشاعر سيد حجاب الله يرحمه، وبعدين هي كانت متجوزة لشاعر سيد حجاب، وأول ما جت هنا كان في أوائل الستينات عملت، هي حبت اتأثرت جدا بالمكان وحبت الطبيعة، ولقيت إن البلد هنا بسيطة وفي خضرة في صحراء في مية، فهي قالت بس هو المكان ده أنا هعيش في المكان ده. وهي خرجت فنون تطبيقية من سويسرا وهي بتعمل خزف، ومش بس عملت ورشة، هي لقيت قالت الناس هنا الأولاد بتوع الريف هم أشطر من أولاد المدينة ويقدروا يشكلوا، عشان الناس هنا بطبيعتها بتلعب في الطين وبتعمل حيوانات وجرارات، فهي قالت أعلم الأولاد دول. الناس كبرت وعملت ورش لنفسها، وفيه الناس عملت معارض والناس سافرت بره. بنتي أول واحدة تتعلم خزف هنا راوية، وكانت راوية دي غالية عليها بعد ما فيش خالص، وكانت بتعمل وعملت حاجات حلوة في العزبة، وعملت وكل حاجة حلوة في العزبة، وهي اللي خلت العزبة حلوة، وهي وكل حاجة فيها حلوة. كان أيام القرش، هي هنا من كانت الواحدة الست بتشتغل بربع جنيه، والراجل كان بيشتغل بنص جنيه، شيء من زمان، شيء من سبعينات وستينات سنة، كله اتحسن وكله اشتغل وكله، والعزبة بقت حلوة وكل حاجة بقت حلوة. وبعدين لما اتعملت المدرسة كل العيال اتعلموا وكله اشتغل وكله